وطالعه من بيت ابوها رايحه لبيت الجيران، طالعه من بيت ابوها رايحه لبيت الجيران. الموسيقى اللي انا يعني عاده اغنيها هي من التراث العراقي البعيد والقريب اذا فينا نقول، لانه احنا يعني عندنا بالعراق نوعين من يعني الاغاني، النوع اللي هي تسمى بستات او بسته، والبسته هي الاغنيه الشعبيه الخفيفه القصيره اللي تاتي بعد غناء المقام العراقي او الموال، ثم اغني ايضا الاغاني الاخرى اللي هي يعني تركوا لنا اياها رموز واعلام كبار من العالم بالعراق، يعني على مر التاريخ وعلى مر القرن العشرين وحتى اليوم. وريت الوصال يكون حسن، ودعت بغدادا فعزا فراقها، فعلمت أني لم أزل أشتاقها. ودعت بغداد اللي هي من ألحاني، هي قصيدة كتبها والدي الشاعر هادي الخفاجي في السبعينات، ولكن هي كأنه لسان حالي اليوم. طبعا هي قصيدة أكثر من 62 بيت، لكن اخترت منها 6 أبيات ولحنتها. هاي تمثل يعني كأنه العراق أو بغداد حالتها اليومية. أيام الغربة العرس أكيد الموسيقى بتلعب دور كبير بمقاومة الاحتلال، مع أنه يعني مع الأسف اليوم إحنا بالعراق يعني رغم ادعاء أنه الديمقراطية ونجلب الديمقراطية، ولكن الموسيقي اليوم لا يستطيع أن يمشي في الشارع بسبب الإرهاب وسبب التطرف، ولا يستطيع أن يمسك آلة ويمشي فيها. يعني بالعكس الديمقراطية المتطرفة اللي إجت منعت كل أنواع الثقافة والحرية والتحرر والأدب والإبداع. ميل يغزيل ويغزيل ميل وميل يغزيل. العود طبعاً بالنسبة إلي هو أنا كنت دائماً أسميه ابني الثالث، أنا عندي ولدين وهو ثالث، يمكن أحمله أكثر ما أحمل أولادي. كانت يعني بالشرق كأنه في عندنا عقدة الغرب، دائماً نروح نعلم أولادنا يتعلموا بيانو يتعلموا جيتار، لكن العود يعني ما شكله حلو لإلك، القانون لا، البيانو أحلى لك مثلاً هيك للبنت. دائماً الأهل التربية هاي في توجه يعني للغرب أكثر من الشرق. الموسيقى بالنسبة لي العراقية يعني هي مثل منهج حياة، يعني لا تنفصل عن حياتي وتفاصيل حياتي اليومية، لأنه الموسيقى هي إذا بدك الوسيلة اللي من خلالها يظل اتصالي بالعراق، يظل اتصالي بعائلتي بهويتي.